نعم بالتأكيد، بعد إصدار القيادة العامة لقرار فتح البترول اليوم، أيضا جهاز حرس المنشآت النفطية واللواء ناجي المغربي أصدر قرار وطالب الشركات النفطية وجميع الشركات النفطية بمزاولة العمل وكذلك فتح البترول. هذه القرارات أتت بعد النظر لمصلحة المواطن بشكل مباشر وتردي الخدمات داخل المدن الليبية من انقطاع الكهرباء وأيضا شح السيولة وباقي الأسباب التي جعلت القيادة العامة تنظر لمصلحة المواطن بشكل مباشر. أيضا القيادة العامة في قرار تاريخي لأول مرة وضعت شروط توزيع البترول بشكل عادل على جميع الأقاليم وجميع المدن الليبية، وهذا القرار لأول مرة يتم إصداره في تاريخ ليبيا. أيضا شرطت القيادة العامة ضرورة مراقبة الأموال التي تنتج عنها عملية إصدار البترول بعدم ذهاب هذه الأموال وهذه الإيرادات للميليشيات المسلحة. فيما يخص المدعو صنعلا، يبدو أن المدعو صنعلا لا يرغب في فتح البترول ولا يرغب في حل هذه الأزمة من خلال القرارات التي والحديث الذي تحدث عنه عبر صفحة المؤسسة الوطنية للنفط، وطالب بعدم فتح البترول والأسباب تبدو مجهولة. فيما يخص الوضع الأمني داخل المواني والحقول النفطية، حرس المنشآت النفطية يقوم بتأمين هذه المواني والأمور داخل المواني النفطية وكذلك الحقول تسير على ما يرام، والوضع الأمني يسير بشكل ممتاز. نعم.